التاريخ الامس في اطار عمليه مشتركه بين المصلحه الولائيه الشرطه القضائيه، كذلك المصلحه الولائيه الاستعلامات العامه في اطار مراقبه الوحدات السياحيه على مستوى الشريط الساحلي. تمت مراقبه مؤسسه فندقيه، تم الوقوف على مجموعه ديال المخالفات ومجموعه ديال الافعال اللي كتشكل افعال مخالف معاقب عليها قانونيا، سواء ما يتعلق بالمس بسلامه وصحه المواطنين من خلال ضبط وحجز مجموعه ديال الخمور المهربه اللي ما كتخضعش للمعايير تاع السلامه والصحه، كذلك تم ضبط وحجز مجموعه ديال ليفينيات فيسكال المزيفه باسم شركات اللي كتنتج المواد الكحوليه او كتعمل على الاستيراد ديالها، كذلك تم الوقوف على مجموعه من المعاينات بالمرافق ديال هذه المؤسسه الفندقيه اللي ما كتحترمش شروط الصحه والسلامه اللي مفروض تكون في المؤسسات الفندقيه والمطاعم المصنفه. في نفس الاطار وبمناسبه فرض احترام قانون الطوارئ الصحيه، تم الوقوف على مجموعه من المخالفات، كذلك مجموعه من المخالفات اللي عندها علاقه بالتقنين وباقامه الاجانب بالمغرب. في هذا الصدد تم حجز مجموعه ديال الخمور المهربه، كذلك مجموعه ديال ليفينيات فيسكال، تم ضبط وايقاف اربعه ديال الاشخاص من جنسيه جزائريه اللي كانوا كيقيموا بنفس المؤسسه الفندقيه بطريقه غير قانونيه واللي كانوا في وضعيه غير قانونيه ازاء الضوابط ديال الاقامه ديال الاجانب التراب الوطني. كل ما تم ضبطه ومعاينته وحجزه ومخالف القانون الجنائي تم اشعار النيابه العامه به. السيد وكيل الملك عطى التعليمات ديالو من اجل وضع مسير المؤسسه الفندقيه تحت تدابير الحراسه النظريه. ابحاث والتحريات غتبقى متواصله من اجل ضبط كل متورط في هذا الفعل الجرمي. كذلك تم التنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير مباشرة بعد حجز هذه المواد المهربة من خلال المعاينات اللي باشروها الأعوان ديال المصلحة السالفة الذكر. تم التأكيد بما لا يدع الشك أن هذه المشروبات الكحولية مهربة وممسوكة بطريقة غير قانونية. تمت مباشرة الإجراءات الواجبة في هذا الصدد من قبل الإدارة المعنية. هذه العملية كتدخل في إطار مجموعة ديال العمليات اللي كتباشرها المصالح الأمنية من أجل فرض احترام القانون، سواء المتعلق بتنظيم المؤسسات السياحية أو المتعلق باحترام الطوارئ الصحية، وكذلك ضبط أي مخالفة عندها علاقة بقانون التقنين أو تنظيم المؤسسات السياحية. هذه العمليات الأمنية غتبقى متواصلة سواء منطقة عين دياب أو على صعيد الدار البيضاء ككل من أجل ضبط كل مخالفة وكل أعمال من شأنها مخالفة القانون الجنائي، سواء المؤسسات الفندقية، المطاعم المصنفة وجميع الوحدات اللي كتقدم خدمات من شأنها المس في حالة عدم احترام من شأنها المس بصحة وسلامة المواطنين.